يلا يا بنات يلا 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 حبيبتي يلا. ايه ده؟ ايه اللي جاب القطه دي هنا يا ماما؟ قطه ايه؟ ايوه صحيح يا ماما اهي. استغفر الله العظيم ما خلصنا منكم. يا رب يا رب. انا عارفه اللي جابهم بس ما فيش زباله. ما هو ما فيش زباله، انا ما اعرفش اللي جابها. وبعدين بقى الاسانسير يا اللي فاتح الباب تحت، اقفلوا الباب هنتاخر كده. طب يلا انزلوا على رجليك يلا يلا شيلي شويه دعاء. احنا اتفقنا ان كل صفائح الزباله هنعلقها فوق. هي صفحتك ولا صفحتي؟ انا حره احط قدام شقتي اللي انا عايزاه. لا يا حبيبتي مش حره، هتشيلي زبالتك اهو. بقول لك مش شايلاه. لا هتشيليها غصب عني. مش شايلاها غصب عني. لا غصب عنك هتشيليها. غصب عني؟ انت مش عارفه انا مرات مين؟ هتكوني مرات مين يعني؟ ابن بري مديله؟ شيل زبالتك. بري مديله؟ مش شايلاها. لا هتشيليها. مش شايلاها. لا هتشيلي زبالتك. اقعدي تحطي ايدك على صفيحتي وياكي تخبطي على الباب ده تاني. ايوه استنى ايه خد ارمي صفيحه الزباله دي ومش عايزه اشوفها في العماره تاني. مش دي صفيحه احمد بيه الظابط؟ ايوه يا سيدي، وابقى يطلع عندهم فوق قدام شقتهم مزبله. لو انا يا استهان انا مش قد احمد بيه. يعني ايه مش قد احمد بيه؟ قول له ذات هانم امرت بكده. خد خد يدوم العز يا استهان يدوم العز. سلمينا على عبد المجيد بيه جنيه وجوزك في الخليج والست هانم طالعه والست هانم نازله. يلا اكتب علينا من الشغلة دي يا رب.